السلام عليكم، معكم غيتام بزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. جيت اليوم باش نتكلم لكم على شنو حققنا في 30 شهر في أقل من 90 ثانية. أولا، قطاع ترحيل الخدمات. اليوم عدد المستثمرين مغاربة وأجانب تطوروا خدمات، منها خدمات رقمية كتكنولوجيا متطورة من أجل الأسواق العالمية. نبغي نقول لكم بلي المغرب تقدم ب 12 المرتبة عالميا في هذا المجال، ووقعنا على اتفاقيات لخلق اكثر من 17000 فرصة شغل في مختلف جهات المملكة. ثانيا، رقمنة الخدمات الإدارية. بفضل الجهود المتواصلة، المغرب اليوم عنده اكثر من 600 خدمة رقمية عمومية اللي يمكن تصيبوها في موقع maroc.mr. اشتغلنا ايضا على تكوين الشباب في مجال الرقمنة، فبفضل شراكة مع وزارة التعليم العالي، عدد الشباب اللي تتابعوا دراستهم في الشعب الجامعية في مجال الرقمنة ضاعف، وهذا الشباب عايزين إن شاء الله فرص شغل مهمة في المستقبل. جهود مستمرة والعمل مستمر إن شاء الله.